القرآن الكريم والقارئ سعيد الشملو بصلوات حسنية بأرفع الصلوات على محمد وآل محمد. لا بأس بأن نرفع أصواتنا بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا إنك
كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك الموت.